أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين. قبل البداية في هذا الفيديو بحب أوجه تحية لجميع المشتركين اللي جدد معنا في القناة والمشتركين القدامى اللي معنا من أول يوم. وصلنا تقريبا إلى 300,000 أو اقتربنا عليها، فبحب أوجه تحية للجميع وكلكم شكرا على دعم القناة، وبنرحب بأسئلتكم وتعليقاتكم الجميع، وبنشجع أنه تنشروا المواد اللي بتشوفوها مفيدة لكم أو لغيركم، تنشروها لأصحابكم. وأهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا في الجميع. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، معكم ضابط عزام قناه الشرطه والامن، وهذه حلقه خاصه بنتكلم فيها عن الكلبشات. اول شيء معنا موديل السميث وسن اللي هو يسمى الموديل 100. النوع هذا هو النوع التقليدي اللي موجود في الثقوب فقط من جهه واحده، ثقوب المفتاح، وايضا موجود عندك النافذه الصغيره هذه لوضع او لتشغيل او تفعيل ما يسمى الدبل لوك، اللي هو اقفال الكلبشه بشكل بحيث انه ما يسكر اكثر من اللازم على ايد الشخص المعتقل، وتوقع مثلا الشرطي نفسه ب مشاكل، وكذلك بتصيب المعتقل بجروح، وايضا بتوقع نفس المركز الشرطه او الجهاز الشرطي في مشاكل قانونيه ومدنيه، يعني لا يحمد عقباه. فدائما بنسكرها، والان راح نتكلم في هذا الموضوع كيف. النوع الثاني اللي هو النوع الثاني اللي هو سميه الهنجز، والنوع هذا مصنوع من شركه بيرلس، و في شركات اخرى بتستعمل هذا النوع او بتصنعه. اللي بنشوفه انه ما فيش موجود فيه سلسله ما بين كل كلبشه، بتكون بهذا الشكل، تقلل من نسبه او احتماليه انه الشخص هذا يمكن انه يهرب او يتملص منها. فهذه بيكون فيها الثقوب المفتاح من جهه واحده فقط مثل ما احنا شايفين، وراح نتكلم عنها. النوع الآخر اللي هو من شركة أسب، فيها ثقوب المفتاح على جهتين مثل ما احنا شايفين، وأيضا نافذة التسكير أو الدبل لوك موجودة على الجهتين أيضا، وبنلاحظ أنه في موجود لون خاص بيكون فيها، لون أصفر عادة أو ألوان أخرى. من الكلبشات الأخرى اللي هي نفس الشركة، شركة أسب، المنتجات اللي موجود عليها اللون الأحمر، وهي منتجات للتدريب، فهي بسموها training handcuffs، مكتوب عليها فقط للتدريب او للتدريبات فقط. فانا لما اكلبش هذه اوضعها على ايدي ممكن اطلع منها بدون اي اشكال. فاي شيء من منتجات الشركه هذه موجود عليها لون احمر بتكون للتدريب فقط. وهذه من الموديلات القديمه ايضا مكتوب عليها training only، للتدريب فقط. فلما نفتحها او نسكرها ترجع تفتح. بينما الكلبشات العاديه اللي بنستخدمها حقيقه يعني في الميدان، لما نسكرها ما بترجع تفتح بالمره، لازم تستخدم المفتاح على اساس انه تفكها. ايضا في عندنا الكلبشات اللي بنستخدمها اللي بسموها الفلكسي كافس او اللي بسموها الترايفولد، لانها ممكن انك تثنيها بشكل على اساس انه توضعها في علبتها، بتكون خفيفه الوزن، اخف بكثير من الكلبشات المعدنيه، وبتنزلها بداخل علبتها، وفي لها ايضا مكان او كليب من الخلف على اساس انه تدخلها في الحزام او في الواقي اذا كان يعني للقوات الخاصه، وبتستخدمها بسهوله جدا وخفيفه. ممكن ان ايضا توضع انواع اخرى زي هذه مثلا، بتفتحها لكن هي ما فيها مفتاح، هي بتفتحها مرة واحدة، بتستخدمها مرة واحدة وبترميها. أيضا عندنا الكلبشات بتيجي بألوان مختلفة، في لون أسود، في لون أصفر، لكن أي شيء بيكون لون أحمر بيكون للتدريب فقط. يعني لما إذا سكرت أنا هذه الكلبشات على إيد شخص بهذه الطريقة، ممكن إني أرجع، معلش والله، ممكن إني أرجع أفتحها مرة ثانية بهذه الطريقة. بينما الكلبشات الأخرى لا، بتفتحها مرة واحدة او بتسكرها مره واحده فقط، بعدين اللي فكها عن الشخص لازم تقصها بمقص خاص، وهذا ايضا المقص مصنوع من شركه اسب. وكما بنلاحظ انه الشفره اللي موجوده فيها بتسكرها بهذه الطريقه، وبتطلع الشفره على اساس انها تقص. نعطيكم مثال، خلينا نقول ان الكلبشه موجوده على ايد الشخص، فانا شو بعمل؟ بوضعها هنا وبتقصها بدون ما انها تعرض الشخص المعتقل او الكلبش لاي نوع من الاذى. اول شيء اعرف انه لما توضع الكلبشات على الشخص
لازم يكون هو في حالة إنه ثابت، ما تكون مثلاً يتقاوم أو هو في حالة مقاومة وبعدين أنت بتحاول تمسك إيده على أساس توضع الكلبشات وبعدين يعني تعمل أشياء أخرى. لا، ثبت الإيدين بالأول بعدين بتكلبش. الآن خلينا نقول في الحالات العادية معنا شخص متعاون مش مقاوم ولا حاجة، بنقول له مثلاً يلف وبعدين بنقول له يوضع إيديه خلف ظهره، the palms up، أمسك، لازم أمسك الإيد بهاي الطريقة، ما بمسكها كأني بسلم عليه لأنه ممكن لو أنا مسكته ممكن هو لو شد على إيدي ممكن يسحبني للأسفل وبعدين أنا صار عندي الآن مشكلة. السنجل بتكون للأمام واللي السفلة بتكون للجنب، فبعملها بهذا الشكل، بمسك بالإيد بهذه الطريقة. أوكي. بهذه الطريقة بعدين بجيب الإيد الثانية وبوضعها هنا، دائما توضعها تحت الساعة، إذا هو كان لابس ساعة أو مثلا عامل إسوارة أو كذا لازم تيجي دائما تحت الإسوارة، بدنا لازم يكون قريب على بعض. وفي حالة لو مثلا كان لابس مثلا كم طويل أو حاجة ورفعها للأعلى بصير عنده مجال إنه يتملص من الكلبشة لأنه بيكون في وسع ما بين الكلبشة نفسها والإيد. الآن الهدف من الكلبشة لما نوضعها إن تكون الإيد ظهر الإيد لظهر الإيد كما إحنا شايفين back to back بهاي الطريقة، على أساس إنه يمنع أي احتمالية إنه يحاول مثلا يسحب مثلا أي نوع من السلاح أو حاجة مثلا يحاول إنه يتملص منها أو كذا، بيكون صعب عليه. بعد ما أوضع الكلبشات اللي بعمله إنه بعمل شيء بسموه الدبل لوك، بوضع الطرف الآخر من المفتاح بداخل الكلبشة وبحرك بحرك المفتاح باتجاهي أو باتجاه القطع السنجل المفردة على أساس إنه يسكرها، والآن لو ضغطت عليها ما بصير ما بتسكر. طيب كيف بعرف إذا كانت الكلبشات يعني موضوعة بشكل صحيح أو لا؟ لازم أوضع إصبعي ما بين الإصبع الصغير ما بين الإيد الرسغ وكذلك الكلبشة نفسها. إذا وسع رأس الإصبع بيكون ما في أي إشكال على الشخص وما راح يسبب انقطاع أو انحشار لدورة الدورة الدموية، فما بيصير عنده أي أذى. الآن باجي على الجهة الثانية بكلبش أو بوضع، لازم أعمل دبل لاك على الجهة الثانية أيضا. ولما أعملها إذا كان عندك مثلا بتصور في عندك باري كاميرا أو حاجة أو بتقول للشخص اللي أنت بتكلبشه بدي أسكرها بإحكام على أساس إنه ما تسكر على إيدك ويتعرض للأذى، بتغطي نفسك يعني بتحمي نفسك من أي مسائل قانونية أو مسائل مدنية اللي ممكن إنه يحاول يلاحقك فيها. بضع المفتاح في مكانه بسكره أو بفتحه، والآن لما أطلع إيده منها بسكر الكلبشة على طول على أساس إنه ما يحركها بشكل سريع وهذه ممكن انها تضربني بعيني وتسبب اذى. الان الايد اللي انا خليته يتركها دائما بقول له خلي ايدك مكانها، هنا خلي ايدك مكانها وما تحركها لحد ما احكي لك انك ممكن تحركها، فاهم علي؟ بقول لي اه، لازم اعرف انه هو فاهم الاوامر بتاعتي. وبعدين باجي على المفتاح الثاني كلبشة ثانية، بلف الكلبشات بشكل بقول له خلي ايدك مكانها وما تحركها لحد ما احكي لك. اوكي، بعدين بسكرها بوضع الكلبشات مكانها وبقول له اوكي لف باتجاهي. اوكي لف باتجاهي ونزل ايديك. باجي بالنسبه للكلبشات الاخرى اللي هي هذه، كيف ممكن اني استخدمها؟ اوكي لف شوي، لف بالعكس. اوكي فبقول له يرجع ايديه لورا بشكل مستقيم. اوكي رجع ايديك تغري all the way. اوكي فهذه الكلبشات من كله مثلا يخلي ايديه لورا back to back، ظهر الايد لظهر الايد. الان انا شو ممكن اعمل؟ ممكن امسك اصابعه بهذا الشكل، بجيب الكلبشات بهاي الطريقة اللي هو القوس المتحرك هذا يجي باتجاه ظهره الجهتين، بحاول أن أخليها بالشكل هذا على أساس أنه أقرب ما يكون على آخر سن تقريبا، ما بديها تكون بهذا الشكل وأضربها ضرب، بعملها بهذا الشكل. الآن إحنا لاحظين أنه في عندنا رأس زي مكان مسطح هنا وعلى الجهة الثانية في هذا النوع من الكلبشات، فبمسك الإيد بهذا الشكل، بخلي بيني وبين المسافه في حاله لو انه حاول يقاوم او اي يعني او يعني يتعدى علي، وبمسك الكلبشات بهي الشكل، فبعمل بوضع هنا بلاحظ انه سكرت بشكل سريع وبشكل سريع على الجهه الثانيه، برجع بسكرها بوضع اصبعي من الجهتين على اساس انه اشوف متاكد انه سكرت عليه. الان نفس الحاجه بجيب المفتاح راس المفتاح هذا او اذا كان ما انت معي من المفاتيح الاخرى مثل هذا النوع مثلا، نفس الهدف بنلاحظ عليه كيف، فبوضع
الطرف هذا او الطرف هذا منه من المفتاح في مكان اللي بسموه الدبل لوك، النافذه الصغيره، وبسكرها باتجاه الدبل بارز اللي مش باتجاه هو، باتجاهي انا، نفس الجهه هنا. فاللون الاصفر اللي كان موجود واضح اختفى الان لاني حركته. فالان هو حتى لو انا حاول يحرك الكلبشات، او لو انا حاولت اسكرها عليه، او لو هو حاول يؤذي نفسه متعمدا على اساس انه يرفع عليه قضيه، مش راح يقدر. شايفين كيف؟ الان مسكر عليه وهو محمي وانا محمي. لما بدي ارجع افتحها نفس الشيء. اوكي؟ بنخليه يضع ايده على راسه بهذا الشكل وما يحركها لحد ما انا اقول له انه بامكانه انه يتحرك. بسكرها، بوضعها في مكانها وين لازم تروح، بعدين بقول له لف باتجاهي. اوكي؟ نزل ايديك. كثير هذا الموضوع مهم، وانا لسه لتو يعني امبارح انتهيت من دوره مده اسبوع نتكلم بس عن هذا الموضوع، فكان دوره 40 ساعه نتكلم عن الطريقه الصحيحه للكلبشات، فصعب نشرحها في 15 دقيقه او 20 دقيقه. الان بنستعمل الكلبشات هذه، هذه لها طريقه خاصه للاستخدام. لف، اعطيني ارجعك، رجعها لورا. الان خليهم اوكي. الان شو انا بعمل؟ بدخل ايدي من هنا بنفس الطريقه، ما بسلم عليه، بمسك اصابعه بهذا الشكل، بدخلها هنا، بجيب الايد الثانيه بدخلها هنا، والان شو بعمل؟ بسحب بهذه الطريقه، حاول اخلي ايديا ظهر لظهر بهالشكل، والان بسكر عليه. الان مشان اعمل الدبل لوك او تحكي احكام الكلبشات، بضغط على القطعه السوداء اللي من هنا، بكبس عليها، والان ما بترجع تتحرك. الان شو ممكن اعمل؟ بفتحها بهذه الطريقه، بدخلها هنا على سبيل المثال، بقصها، بقص الجهه الثانيه، وانتهى الموضوع. الان بس احنا ما بدنا نقصها لانه هي بنستخدمها لمرات اخرى. اوكي، بنزلها عن ايده ولف باتجاهي، وبعدين بحكي معه. طبعا احنا لما ان كله يلف ويكون يعني انتهى اللقاء، لازم يكون على مسافه بعيده منا شوي او احنا نبعد عنه. الكلبشات العاديه هذه بدنا نستخدم الكلبشه هذه مثلا اللي هي كلبش التدريب. لو وضعناها مثلا على الايد، نتاكد دائما انها تكون هذا الاتجاه باتجاه هو، امسك الايد بهذا الشكل. الان نتاكد انه دائما الظهر للظهر. طيب؟ بعدين بعمل عليها الدبل لوك مثل ما قلنا. بنلاحظ هنا موجود لون احمر او في التدريبات في الكلبشات هذه، او لون اصفر او لون اخر في الكلبشات الاخرى. بدخل راس المفتاح فيه، الان ما بسكر بهالشكل، ما بسكر. الان على اساس افتحه بدخل المفتاح فيه بهذه الطريقه، بلف، والان فتح. طيب نيجي على الكلبشات العاديه، نشبر شوي. الكلبشات هذه مثلا في بعضها بتسكر من هنا، بتسكر من هنا، فلما بدنا نفتحها نفس الطريقه. نيجي على الكلبشة النوع الأول اللي تكلمنا عنه، الموديل 100. بلاحظ على هاي النقطة اللي هنا وهنا، في أنا زي خط في داخل الطاقة الصغيرة هذه. هاي لو حركناها باتجاه القوس، بلاحظ إنه ما بسكر أو بسكر وما بتحرك. نفس الشيء هنا. بسكر وما بيتحرك. بدي ارجع افتحها. او ممكن يوضعها بوضعيه وهم واقفين، او اذا هم كانوا على الركب، او اذا كانوا منبطحين على الارض، وكل طريقه لها يعني خطواتها الخاصه فيها. فانا ما شرحت كل الموضوع الان، اذا بتحبوا انه نعمل فيديو او حلقه اخرى عن هذا الموضوع، هذه كانت زي مقدمه، وبعرفش معلش طويله شوي. بس اذا بتحبوا نعمل عنها مواضيع اخرى على اساس اللي بيحب يستفيد منها لعناصر الامن والزملاء، يعني بتشرف ان نعمل كمان فيديو اخر. ابدوا على سلامتنا والاطفال، بشوفكم مع فيديو جديد، واتركوا لنا تعليقاتكم واسئلتكم في الاسفل. اهلا وسهلا فيكم.